أكد عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بأن هناك بعض من التحديات والصعوبات التي تواجههم في المجتمع، ويأتي في مقدمتها الموضوع المتعلق بالتحركات والتنقل باستقلالية والحاجة الماسة لوجود مرافق. هذا فضلا عن بعض الصعوبات المتعلقة بعدم تأهيل وتهيئة المباني والمرافق العامة ليستخدمها الكفيف، مطالبين بضرورة العمل على تهيئة الأماكن مثل الجامعات والعمل ليستطيعوا التنقل بحرية دون مساعدة من الآخرين. العصا البيضاء هي علامة مميزة للكفيف تساعده في تنقلاته، ولكن هل سألنا أنفسنا والعالم يتحدث عن اليوم العالمي للعصا البيضاء، هل لدينا الوعي الكافي لمستخدمي هذه العصا؟ لذا وجب التحدث عن تحدياتهم. الوزارات والهيئات الحكومية غير مهيئة لذوي الإعاقة البصرية أنه يستخدم العصا البيضاء بمفردة بدون مساعدة معين. يعني أنا مثلا على سبيل المثال لما أحضر المرافعات بالمحاكم دائما أحتاج معي مرافق حتى يكون معي مساعد، لكن ما أقدر أستخدم العصا البيضاء لأن الأرضيات مو مهيئة. كل هذه التحديات تعتمد على الثقافة العامة للمجتمع، احنا نحاول نثقف ونوعي المجتمع بالإعاقة البصرية، هذا أبرز التحدي أنا بالنسبة لي أنا. وعلى الرغم من وجود التحديات إلا أن هناك في الجانب الآخر أبطال تغلبوا على إعاقتهم وحولوها إلى إنجاز. تغلبت على تقلبات الحياة بالعصا البيضاء، نمشي المكان اللي احنا نبيه بس شوارعنا يعني ما ساعد، تغلبنا بالرياضة، تغلبنا بالبطولات، بكل شيء يعني احنا قدرنا نصنع المستحيل. يعني المطلوب هنا ليس فقط الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء وإقامة مراسم، إنما بتحقيق إنجاز محدد لهم. مروان محرم، قناة الأخبار.